وخلال اللقاء أو الاحتفال الذي أقيم لتدشين الحقل، أكد رئيس السيسي أنه لن يسمح لأحد بالعبث بأمن واستقرار مصر، وشدد على أنه إذا استمرت محاولات العبث بأمن البلاد سيطلب تفويضا جديدا من الشعب لاتخاذ إجراءات أخرى. لو الأمر استمر كده وحد فكر أنه يلعب في مصر وأمنها، هطلب منكم، أنا ما طلبتش عشان بس ما تتعذبوش، هطلب منكم تفويض تاني، لأن هيبقى فيه إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها وإحنا موجودين. أنا ما بخافش غير من ربنا، ما بخافش غير من ربنا وعليها هي بس. وأوضح السيسي أن الإعلام عليه دور كبير في التوصيف الدقيق والسليم للأحداث والمشروعات التي تتم في مصر. الإعلام يخلي باله يا جماعة، انتوا عشان تتكلموا عن دولة اوعوا تزعلوا من اللي هقوله، اوعوا حد يزعل من اللي هقوله. انتوا عايزين تقعدوا تتعلموا سنين طويلة قوي، عشان في الآخر انت بتحول بتاخد فكرة الدولة بتعملها عايز تديها ببساطة للمواطن اللي بسيط اللي موجود في الشارع، وإلا هتديله حاجة غلط وتحبطه وتيأسه، لأنك أنت ما أنتش بتوصف الموضوع على غير، مش اللي غير الحقيقة، أنت على قد معرفتك. التحدي اللي موجود في بلادنا، مش بلادنا مصر، في كل البلاد اللي كانت حصل فيها عدم رضا الناس، هي ان الناس ما كانتش متوصف لها سبب تخلفها وضياعها، بيقولوا لهم حاجات مش الحقيقه كده، الحقيقه عايزه عمل وجهد وشقه واسوأ.